ميشيل بوجناح بعد ضربة باردو سي لطفي متحف باردو قام بحملة تعاطف واسعة على قناة فرانس 2 لتشجيع السياح وهو اللي طلع بشعار نوسام باردو. هذا ميشيل بوجناح مش في حاجة لدروس في الوطنية. احنا استقبلنا وتوا موجود السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي كل يوم مع القادة الإسرائيليين وبكى.